البنات القهوة ديالي، هادي راه مطحونة، عرفتي واحد الريحة طالعة منها وويرة زوينة رائعة بحق الله. كتاخدو شوية من القهوة ياك، وكتزيدو عليه شامبوان ديالكم اللي ديجا مخلط، خاصكم مازا شوية الماء، يعني حسيتو ب لا تيكستور ديالو ما مزياناش ولا هكاك، كتقدروا تزيدوا عليها شويه الماء وكتابليكيوه على الفروه ديال الشعر ديالكم، ماشي لتحت، ماشي الاطراف ديال الشعر، الجذور ديالو كتبقاو ديروا ماساج والشعر مقلوب للقدام، ماشي العكس، ماشي من جهه الجبهه، ديما شعركم تقلبوه للقدام وبقاو ديروا ماساج. عادتي راه ما نقول لكم واحد الريحه واحد النقاوه، حيت القهوه كتحيد كاع داك الرواسب اللي عندنا في الشعر، داك الزيوت، داك القشره الا كانت اللي كيعانيو من القشره، قسما بالله واحد الريحه واحد الريحه واحد النظافه كتخرج في الشعر ديالكم. مع العلم انا كنت كنغسل شعري يعني في الدوش ثلاثه المرات اربعه المرات عاد نحس به راه تنقى، مع هاد الطريقه وليت كنغسلو جوج مرات ماكسيموم ثلاثه راه فريمون عرفتي الشعر كيفاش كيخرج. البنات جربوها والله ما غتندموا على هاد الطريقه، القهوه مع هاد الخليط ديال شامبوان مع الماء ديال ورقه سيدنا موسى وازير والقرنفل. كاين اللي غادي يقول لك ما عنديش قرنفل ما عنديش ازير، مكون من هاد المكونات استعملتوه ما يضرش، يعني واخا ما يكونوش كاملين اي حاجه، المهم ديري غير ورق سيدنا موسى في الماء وتخلطيه مع الماء راه ديجا واحد 70% مزيانه. كملتي هاد المكونات كاملين راه 100% مزيانه. كتساليوا البنات الدوش ديالكم، كتشلوا مزيان باش القهوه ما تبقى لكمش في الشعر، كتساليوا. ثاني حاجه شامبوان، فاش تغسلوا به ديما خاصكم ابري شامبوان، سورتو البنات اللي كيبغيو يسوشواري شعرهم من بعد، يعني خاص واحد التغطيه للشعر ديالنا. انا الكريم اللي كندير سالا ليا، يعني داكشي علاش ما صورتوش ليكم، مي عندي الفاتيكا، فاتيكا الناس الامارات زعما عارفينها بزاف كيستعملوها، كنديرو يعني كتخلي الشعر فاش كتغسلوه كتحسوا بصباعكم باش تعرفوا ان الشعر تقدروا تمشطوه بسهوله، وداكشي شعركم يديكم فاش كتخشيوها في الشعر كتحسوا بها غاده معاكم. المهم مؤخرا وليت كندير هاد فاتيكا، مي انا سبيسيالمون شريتها فاش نخرج من الدوش، يعني كتخرجي من الدوش كتنشفي شعرك كتاخدي غير شويه حيت ريحته زوينه بزاف، كتاخدي نقيطه وكديريها بين يديك وكتفخوطي هكا بين يديك الكريم وكتدوزيه على الشعر ديالك من التحت. ديما كنقول لكم البنات من التحت الفروه ديال الشعر ديالكم ما ديروش ليها شنو ما كان، وما ديروش ليها لي برودوي من ورا الدوش، خليوها تنفس وباش ما تزيدش. هادي من ناحيه اخرى، خرجتوا البنات من الدوش ما ديروش الفوطه، ما ديروش الفوطه وتنشفوا بها شعركم حيت داكشي اللي كيطيح مع الفوطه خيالي. البنات المغرب راه غادي يعرفوا زيف حياتي، ما عندوش زيف حياتي ياخذوا هادوك لي بوني اللي بحال القطن ويديروها في الشعر ديالهم ويخليوه، خليو ينشف بخاطرو، سينو راه هادوك زيف حياتي انا كنشد زيف حياتي وهو باش كنبقى نشف شعري مزيان، يعني كنشد الزيف وكنبقى نمسح به شعري هكا غير بالخاطر بالخاطر، وخليوه مطلق وخليوه ينشف. هادي من ناحيه شامبون الغسيل والخروج وتخرجي من الدوش، فاش تخرجي وهو كينشف البنات غادي ديرو ويل اسانسييل، انا كنموت على هذا ديال العواد القرفه. كنظن بحال دابا انا هنايا في الامارات خديتها من موموسو، ها هي موموسو هي مكتوبه، مي سينو في ما مشيتو في الفارماسي في باغا فارماسي في سميتو عاوتاني شنو اخر فين تقدروا تلقاوهم اونلاين بيان سور،
يعني اي زيت، اي زيت متوفره عندكم وريحتها كتعجبكم، الخزامه حتى هي رائعه وريحتها كتبقى. كتاخذوا غير شويه قطيره وديروها من التحت، شدوا شعركم وديروه، واحد الريحه يا البنات، واحد الريحه، واحد الريحه ما نعاود لكمش، كتبقى فنه في الشعر، فنه. هذه من ناحيه ديال الغسيل وكيفاش تخليو شعركم كيبان زوين وريحته زوينه وما يتضررش في الغسيل. ابار هادشي عندكم وسط السيمانه، والسيمانه شنو نقدروا نديرو؟ انا هنايا الماء اللي كان شاط ليا ديال الخزامه، ديال الخزامه ديال القرنفل وقرنفل، حيت تالمو عندي وصفات في راسي كنقولهم قرنفل ورق سيدنا موسى وشنو قلت لكم وازير. الماء اللي كان شاط ليا خليته بحال هكا وكنديرو يوميا يوميا على فروه الشعر ديالي يوميا البنات، ما عدا فين ضركم، غير هو ما تخليوش يتعطل، يعني ماكسيموم 4 ايام 5 ايام يعني يبقى في الثلاجه وانتم كتستعملوه ويتبدل يتجدد باش تستافدوا منه، باش تعرفوا انه ما بقاش مزيان كتحلوا القرعه وتشموا واش مازال نفس الريحه ولا الريحه ما بقيتوش كتصبروا عليها، يعني ريحتها ما زويناش كاع في مره، تما تتبدلوا الماء. هذا بقاو ديروه يعني في السيمانه، وقبل ما تدخلوا للدوش، هذا سر خطير 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 جدا، هو ما الروز. الروز البنات ماشي غير تشدوه وتقولوا لنا ده الروز تمشيو تطبخوه في الماء، لا، الماء غادي تشدوا الماء وغادي ديروا فيه قياس ديال الروز، الروز العادي داك المكور ماشي الكلاصي ماشي داك الحبه بسماتي، لا الروز عادي داك المكور المكركب كل واحد اش كيسميه كديروه في كاس وكتغطيوه بالماء، ماشي مهم قياس قليل يعني شوفوا على حسب طولة الشعر ديالكم، وتخليوه على الاقل 48 ساعه في الثلاجه، يعني يومين تخليوه في الثلاجه. علاش؟ باش الروز كيطلق كاع داك الفوائد ديالو في الماء، كتحيدوه من الثلاجه وكديروه في مولينكس ديالكم وكتضربوه جوج ضربات، يعني ضربوه جوج ضربات فقط، ما نحتاجوش حنايا يتطحل لينا ويولي عجين، لا غير تضرب. من بعد كتصفيو سوا في صفايه سوا المهم لكم حريه التصفيه، كتصفيو وكتاخذوا الماء ديالو وكديروه في فروه الشعر ديالكم اللي شعرها يعني المره الاولى جربوه على الشعر ديالكم كامل، يعني ديروا فروه الشعر ديالكم وشعركم في الجذور والاطراف كلهم، بان ليكم ما نشفش ليكم شعركم من بعد الغسيل ديالو بهالطريقه اللي قلت لكم البنات، ما تبدلوهاش وما تنقصوا حتى حاجه، مزيان داكشي اللي بغينا، بان ليكم شعركم نشف ما تبقاوش ديروه في الاطراف، خليكم غير في الجذور، راه رائع البنات، البنات رائع بهالطريقة، هذاك الطبيخ في الماء وداك الشيء راه ما كيديرش نتيجه، انا اللي كندوي معكم راه جربتهم بجوج، مي هالطريقه راه خطيره 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 البنات، راه تالمون عجبتني النتيجه في شعري، تالمون كنشجعكم انكم تجربوا ما غاديش تندموا، ما خاسرين والو البنات، حيدوا العجز وهالطريقه راه ما تدي لكمش الوقت، هانتي ميم با 5 دقائق هانتي قاديه الغراض ومصيبه هادشي كامل اللي قلت لكم. وبالصحه والراحه، والروز غادي تسولوني شحال من مره، انا كنديرها مره واحده في السيمانه هالطريقه، هادي كنديرها مره واحده في السيمانه، وغادي وشاط ليا هنا الماء ما ضيعتوش، قلت غادي نغسل به غادي نديرو زعما هاد المره، واليوم نيت مي انا كنصح ان هاد الوصفه ديال الروز بقى تجدد 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 اشاك فوا واشاك غسله، يعني غسلو باش تغسلو به ديروه جديد باش كتنفعوا اكثر. باش ما نطولش عليكم البنات الفيديو غادي نحبس هنايا، المره الجايه ونشارك معكم هاد الزيوت اللي روعه 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 مع دبر املا زيت الشعر، وخليتكم على خير، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم وما نكونش ثقيله على قلبكم، وشاركت معكم هالطريقه حيت
صراحة لقيت نتيجة رائعة رائعة البنات، وهادشي كله عندنا. يعني يكفي اننا نحيدو شوية الأجز والنضوة البنات، وفاش غادي توصلوا النتيجة اللي بغيتو غادي يهون عليكم هادشي كامل. تهلاو فراسكم، بيزويات، نهاركم مبروك.